السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيداير مع الصحه؟ مرحبا بكم في قناتكم طعم مختلف. اليوم غنحضروا واحد العصير كيجي طبيعي ومنعش. بسم الله. عندنا جوج بطاطا قصبيين، عندنا جوج بنانات، عندنا خمسه مندالينات، عندنا التمر 10 اللي منقدرين ليه كامله، ونص كاس الماء. من بعد ما نقول المندالين بطاطا قصبية والبنان نرجع معكم إن شاء الله. من بعد ما نقيناهم غنبداو المرحلة الأولى، هو المندرين غنعصروه ونرجع معكم إن شاء الله. بسم الله. نصب المندرين نديرو نص كاس الماء، دابا غنطحنو الليمون ديالنا، ملي طحناه نجيبو الصفار نصفيه، من بعد ما صفينا الليمون غنجيبو التمر طحنا التمر، دابا غنشدو واحد البطاطا قصبية غنحكوها، نحكي دابا هادي نزيد أخرى نحك التانية نحكوها. حنا من بعد ما حكينا بطاطا قصبية، دابا غادي نديرو مع التمر، وهاد العصير كيجي ما شاء الله منعش، لا خداو الوليدات ما عرفو كاع شنو فيه. من بعد ما طحنا التمر بطاطا قصبية غنزيدو عليها جوج بنانات، نكملنا الطحين دابا غنزيدو الليمون. العصير ديالنا وجد، نتسناو الشكل النهائي ان شاء الله نرجع معكم. وها الشكل النهائي ديال العصير اللي وجدناه ما شاء الله، عصير منعش، يا سلام.
جربوه وردوا عليا. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.